أهلا بكم وجولة إخبارية جديدة لأهم ما ورد في الصحف العالمية. شهدت الساحة الإقليمية والدولية العديد من الأحداث الهامة على مدار الساعة، وتصدر ذلك أصدرت الخارجية السودانية بيانا شديد اللهجة، وذلك لرفض التصريحات الإثيوبية عن الصراع على الحدود بين البلدين. وقال البيان الصادر عن الخارجية السودانية أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخون تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان، وطالبت الخارجية السودانية من إثيوبيا بالكف عن ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق. أصدرت الأرصاد السعودية تحذيراً من هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق في المملكة، وتوقع المركز الوطني للأرصاد السعودي هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق مصر، نجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض. قرر وزير الصحة الأرجنتيني تقديم استقالته من منصبه، وذلك بناء على طلب من رئيس البلاد بسبب فضيحة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد. وجهت واشنطن تحذيرات لبكين من استخدام القوة في مياه بحر الصين الجنوبي، وأعادت تأكيد وجهة نظرها بأن الحملة الحازمة التي تقودها الصين في المياه المتنازع عليها غير شرعية. وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها بشأن تشريع جديد أقرته الصين، ويجيز لقوات خفر السواحل التابعة لها استخدام أسلحة ضد السفن الأجنبية التي تدخل المياه بشكل غير قانوني. تحقق الشرطة الإيطالية في وجود ملايين اللقاحات المزيفة لفيروس كورونا، وأجرت الشرطة استجواباً لمسؤول محلي بمنطقة فينيتو كان أبلغ عن تلقيه عروضاً بنحو 27 مليون جرعة من لقاح فايزر خارج نظام التقاعد الأوروبي. رفضت الحكومة الإيرانية العودة الكاملة للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ربطت عودتها إلى رفع كل العقوبات المفروضة عليها واستئناف تصدير النفط. وقالت الحكومة الإيرانية إن عمل المراقبين الدوليين مرتبط باستئناف تصدير نفطنا وأعادة علاقاتنا المصرفية بالعالم. ولمزيد من التفاصيل تابعوا موقعنا صدى البلد الإخباري. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.